زينب، قولي الست دلوقتي نزليها اوضتها. الدكتور بيقول ان انا مش عايز اسمع صوتك. في حاجه ولا اي حاجه؟ مفيش يا بلاي، سندي على زينب وانزلي على اوضتك عشان ترتاحي. حاضر. استني كده يا زينب عشان معاك. انا قلت زينب. امك يا اخويا وماله يا حاج. ايه يا حاج في ايه؟ مالك يا اخويا هتعمل فيه؟ مش انت المسؤوله على الحبايه؟ ايوه. حصل ازاي الكلام ده؟ امر ربنا، هنعمل ايه؟ امر ربنا ولا كون حريم؟ والله العظيم ابدا يا حاج، انا يا اخويا بدي على الحبايه كل يوم، بس انت بقى فاهم ان مفيش وسيله منع حمل بتمشي كده 100%. امر ربنا بقى ونفد، ماليش دعوه انا. امر ربنا، امر ربنا. شويه دول ما ينفعوش معايا يا اولاد الرفعه دي. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حكم الله يكلمك كل حاجه حكم. جاي دورك بس اخلص من راسي الكبير الاول. بتديني العصايه يا كذبه؟ انا مالي يا حاج؟ هو انا اللي متجوزاها ولا انت؟ يعني ذنب انا كمان؟ لا وذنب انا كمان يا حاج. والله العظيم والله ما اقصدش. هطلع على جبتك ذنوب الدنيا كلها. لا ما قلتليش ده حصل ازاي. بيربيهم يا ستي عشان يبطلوا سواد من ناحيتك. من ناحيتي انا؟ طب ليه؟ هو انت مفكره حكايه الخلفه دي هينه؟ معقول يكونوا مش عايزين نخلف؟ معقول يكونوا بيكرهوني للدرجه دي؟ نهار صوتهم ميل. يوه، دول بيكرهوا نفسهم ولا يكونش خلت عليكي طقم الحنيه اللي هم عمالين يبعتروه عليكي من غير مناسبه؟ خلي ربيهم، دي عيله تشيل. شكلك عارفة حاجة يا زينب ومش عايزة تقول. هو بيعمل فيهم ايه يا زينب؟ ليه؟ يا حاج والله العظيم بريئة ومش دعوة بأي حاجة. اوعيني اوعيني. انت يا هدى ياللي بيقول عليكي بريئة وش ملايكة تشتركي بجريمة زي كده. ليه؟ يا حاج والله العظيم ما اشتركت في أي حاجة. والله العظيم ما اشتركت. يا ورا كمان بتحلفي كده يا هدى؟ يا حاج والله العظيم بريئة يا حاج والله العظيم ما عملت أي حاجة. هو ايه اللي انت فاكره نفسك في محكمة؟ فاكره نفسك في محكمة؟ في محكمة؟ سميحة! سميحة! اطلعي لوحدك يا سميحة! اطلعي لوحدك! اطلعي يا سميحة لوحدك! اطلع يا حلوة! ورحمة أمي ما هي دعوة الموضوع يا حاج! أمال مين اللي دعوة؟ أمي أنا! إذا بس حاجة ولا لا إله إلا الله أقول لك على كل حاجة. إذا بس حاجة أقول لك خلاصي! بابا أنا سبتهم دوتان يا حاج. أو إنما شريفة بيتفقوا على الموضوع ده من كام يوم كده. وقال لك إيه بقى؟ قال لك ما هو بابا بدل ما كل شوية بقى يجيب لك واحدة بقى تنط على عربيتنا بقى وتعكن علينا. تعكن علينا؟ انا اللي هعتن عليكوا وايامكوا كلها هتبقى سودا، واللي طفحتوه بط بط هطلعه وسط وريه. يا حاج لو نبي حاجه انا ما بحبش البط يا حاج. انت كمان بتهزري؟ بتهزري؟ ونعمه شايفه مريضه تعمل معاهم حاجه؟ او نعمه شايفه مريضه تعمل معاهم حاجه؟ ده لو قلت لهم لا مش ممكن اعمل كده زي ده لو حاجه يطير عشاننا. طلعت يا اخويا، طلعت الحاج عليكي. لا وهي متشنكه كده، كانت متشنكه كده حد. ولا اله الا الله، لا اله الا الله. خلاص ما تجيش دعوتي يا سميحه، اخاف يا سميحه. اه والله العظيم عاملين عليها عصابه. ها عاملين عليها عصابه يا ولاد. يا ولاد الهرسه ولا اله الا الله. لا اله الا الله. خلاصي خلاصي. انا استغربتها والنعمه الشريفه. امال يا اخويا ما عملت كده؟ بس عارف ليه؟ قول لا اله الا الله. لا
دي حضرتك اللي انت جيتها تسرق يا اخويا. انتوا حضرتوا امركم بين ايديكم. لا يا ابني انا مش بعمل الموضوع ده خالص. وانا انت خايفة على مصلحتي. ما قلتليش ليه من الاول؟ ما قلتليش ليه من الاول؟ جاي تقولي بعد ما خربت فضة؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا اله الا الله. انت عايزنا نختم؟ لا الا كده بقى يا حاج. انت اتغيرت على فكرة يا حاج. كله الا الفتنة. قول يا اله الا الله. خلاص يا سامية انت ما تجيش دعوة طلع. انا كنت فاكرك معاهم. تعالي يا سامية. الحمد لله. تعالي. ربنا نور لك طريقك يا حاج والنعمة الشريفة. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. تعالي يا سامية. انت صدقتني؟ طبعا. طب ولا اله الا الله كده؟ لا اله الا الله. حب وسلام. تعالي. يسلمك يا حاج. تعالي. بس انا سوعتني جامد. معلش. وريني انا ساعات لما ابقى متنرفز انا. انت وهي وهي. الله يجازيك يا فواز. انت بتضحك يا عم منعم؟ شمتان فيا؟ بصراحه شمتان وعايز الحق. اصلا حركه معلمه بصح. ورحمه امي لاكون مطين عشته وهوريهم ايام اسود من قرن الخروب. يا عم اهدى بقى وبلاش الحمقه بتاعتك اللي على الفاضي دي. فاضي ايه ومليان ايه يا حاج؟ انت عارف اللي عملوه ده معناه ايه؟ عارف معناته انك تهدى بقى وتتلم وتاخد بالك شويه من عيالك وتشوف امور بيتك وتبطل شغل الدبابير بتاعك ده. يا ابني المثل بيقول الحجر الداير لابد من لطه. الكلام ده لو انا بعمل حاجه تغضب ربنا لا سمح الله، لكن انا ماشي على الشرع وبما يرضي الله. لا بعمل حاجه غلط ولا برتكب معصيه. في ايه يا فواز؟ انت عاوز يا ابني تمشي الدنيا على مزاجك انت؟ الله. وبعدين انت ايه اللي مخليك متاكد قوي انهم هم اللي ورا الحكايه دي؟ مش جايز زي ما انهار قالت لك انها اراده ربنا. ونعم بالله ما اقدرش اتكلم، انما انا بقول لك ده شغل حريم وانا اللي فاهمه وهم اللي وراه علشان ما اتجوزش تاني واجيب لهم رابعه. ما تظلمش يا فواز، ما تظلمش يا ابني. انت عارف اخر اللي عملته معاهم ده هيبقى ايه؟ اي بعد الكام خرزانه دول هيتكنوا جنب الحيط. لا يا خفيف، ده بيتهيالك دي هتبقى ثوره وهتنفجر في وشك يا فواز.